فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يقع طلاق المريض مرض موت؟ هل يقع طلاق المريض مرض الموت؟ إذا كانت طلبت منه ذلك يقع، إذا كان بطلبها، ما إذا كان بغير طلبها والمرض مخوف فإنه لا يقع، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.